دلوقتي نظام الحلقة بتاعتنا، وده مناسب لمرضى السكر ومرضى الضغط وارتفاع الدهون الثلاثية، وهيكون موجود معانا على الشاشة دلوقتي. وطبعا زي ما كنا بنقول دايما بنعمل النظام على طريقة الهرم الغذائي، ومناسب لوزن من 90 ل 100 كيلو. عندنا قبل الفطار بناخد كوباية مية عليها معلقة صغيرة زيت زيتون زائد نص ليمونة، وعلى عكس الشائع ده لا بيزود الحرق ولا حاجة. فكرة المية اللي عليها زيت الزيتون أو نص الليمون دي عشان تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبناخدها على الريق عشان يحصل لها امتصاص كامل، والنص ليمونة كنوع من أنواع الديتوكسيفيكيشن أو تنقية الجسم من السموم. الفطار اختار من الآتي: كوباية لبن خالي الدسم زائد نص كوباية شوفان أو بليلة، أو ممكن نجيب الكورن فليكس اللي هو البني اللي معمول من الردة أو من الحبوب الكاملة، ومعاهم 6 حبات لوز أو عين جمل ني، يعني غير متحمص أو مملح. الاختيار الثاني عندنا 2 توست كامل الحبة أو رغيف سن أو نص رغيف أسمر، ومعاهم جبنة قريش أو لايت وعليها بقدونس وجرجير، وممكن ناخد نص معلقة صغيرة من زيت الزيتون برضو عشان نقلل الكوليسترول. وكل ما قللنا الكوليسترول الدهون الثلاثية لمريض الضغط ده بيبقى شيء كويس جدا جدا، لأن الدم بيتدفق بصورة كويسة، ما بيلاقيش نوع من أنواع المقاومة أو ضيق في الأوعية الدموية، فالضغط بيكون بيتظبط معانا وإحنا ماشيين في خطة إنقاص الوزن. أو 8 معالق فول عليهم معلقة زيت زيتون أو زيت حار اللي هو زيت بذر الكتان زائد خيار زائد خس. عندنا الغداء نختار من الآتي: رغيف سن أو 5 معالق أرز أو مكرونة مسلوقة، وطبعا بتبقى الأفضلية للرز البني أو المكرونة البني، وموجودين في الأسواق. معاهم طبق خضار سوتيه أو مطبوخ ني في ني زائد قطعة لحم أو فراخ منزوعة الجلد والدهن، ونركز هنا نشيل اللحم جلد اللحمة جلد الفراخ آسف أو الدهون الزهرة اللي موجودة في اللحمة قبل ما نسلقها أو نشويها، عشان ما يحصلش امتصاص للدهون دي داخل النسيج بتاع اللحمة أو الفراخ. عندنا الاختيار الثاني: سمكة مشوية أو صينية في الفرن مع الخضار زائد 5 معالق رز زائد سلطة. الاختيار الثالث: طبق بقوليات، عدس، فاصوليا بيضة أو حمرة أو لوبيا، وبما أننا داخلين على الشتاء نقدر نستخدمهم عشان بتبقى دي أكلات مولدة للحرارة أو بتدي إحساس دفء. معاها رغيف سن أو نص رغيف أسمر زائد طبق سلطة. عندنا العشاء كل يوم 2 ثمرة فاكهة زائد 2 كوباية زبادي أو 2 زبادي بالفاكهة، ويفضل لمريض السكر إن هو ياخد الزبادي أو الفاكهة، أو لو بيحصل له نوع من أنواع الهبوط ممكن يبتدي ياخد توستاية واحدة معاها 3 معالق جبنة لايت. عندنا ملاحظات هامة: لازم نشرب 10 كوبايات مية كل يوم، لازم نمشي كل يوم نص ساعة، بعد الفطار بساعتين وبعد الغداء بساعتين وجبة خفيفة ممكن تبقى كوباية لبن رايب أو كوباية زبادي خالي الدسم أو معاها ثمرة فاكهة أي نوع ما عدا التين والبلح والعنب والمانجا والموز 3 مرات بس في الأسبوع. زي ما دايما بأكد، النظام ده بيكون نظام استرشادي أو محاولة مننا عشان نساعد مريض الضغط أو مريض السكر أو أي حد بيشتكي من سنة أنه ينقص وزنه، ولكن الأفضل أنه يروح لدكتور متخصص يفحص حالته كويس جدا جدا زي ما كنا بنشرح، ويعمل تحليل مكونات الجسم ويقيس نسبة الدهون ومعدل الحرق عشان يحدد الخطة العلاجية المناسبة. أتمنى أكون وصلت أي معلومات ولو بسيطة تساعد مريض السكر ومريض الضغط أنه ينقص وزنه ويخلي باله من التكات البسيطة دي عشان صحته تكون أحسن. وبفكركم بكرة بعيادة الدكتور محمد يحيى وبرنامج العيادة وحلقة جديدة.